السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات. إن شاء الله تعالى اليوم الأربعاء 27/11/2019، وغدا الخميس، بعد غد 29 الجمعة 29 نوفمبر 2019. إن شاء الله تعالى حابين نذكر الجميع، إن شاء الله تعالى اللي عنده تويتر واللي عنده فيسبوك، أنه نبو إن شاء الله تعالى الهاشتاج هذا ينتشر الساعة الثانية بعد الجمعة بتوقيت طرابلس، الساعة الثانية ظهرا يوم الجمعة بتوقيت طرابلس، نبو هالهاشتاج ينتشر إن شاء الله تعالى، كل الناس، كل الإخوة، كل أخوات، كل العائلات اللي عندهم أولادهم مساجين يجب أن يشاركوا ويذكروا قصص أولادهم. يعني كسر حاجز الخوف مهم جدا جدا، لازم نكسر حاجز الخوف، لنطالب بإخراج الأبرياء. يعني هذا الهاشتاج الأبرياء هذا طالعين منه، يجب أن يخرجوا الأبرياء أولا. لكن أي واحد متهم بأي تهمة، بأي تهمة لابد من محاكمته، فمعتقل بدون محاكمة ليبيا. هذا الهاشتاج إن شاء الله نبوه ينتشر يوم الجمعة إن شاء الله تعالى القادمة، اللي هو يوم 29 نوفمبر 2019، بحول الله وقوته، بعد عند الساعة الثانية ظهرا. انشروا هالمقطع هذا إن شاء الله تعالى للجميع، والجميع يشارك، لا بد من كسر حاجز الخوف لدى الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. ربي يفرج المسجونين. أما مقوم، السلام عليكم.